نخش على الكوسه بالبشاميل. ايه اللي احنا وصلنا له فيها واحنا مع بعض كده خطوه خطوه في التحضيرات بتاعتي؟ اهي مقادير الكوسه بالبشاميل. كوسه بشاميل لحمه مفرومه متعصجه. تعالوا نطبق الاكله دي من ثلاث مكونات اساسيين. الكوسه حطيتها في بخار ميه مغليه مع ذره ملح، والميه لازم تكون بتغلي، تبقى معايا بالشكل ده كده. اهو اهو اخد الكوسه دي كده اهي اهي اهي، اللهم صل على النبي، اهي مستويه وجاهزه، مش تاخد مني دقائق. اهو زي الفل. واخد شويه ميه من ميه الكوسه دي يا عم الشيف، انزل بيها على اللحمه المفرومه تتعرف عليها. اهو دي لحمه مفرومه، باخد شويه ميه منها. اهو هو ده زي الفل. ونحطها هنا ونشيل الحاجات دي من هنا. اهو والمقادير على الشاشه. كوسه بشاميل معانا، والبشاميل ده احنا شطار في عمايله، دقيق وزبده وحليب بيطلع معايا زي الفل، وجبنه موزاريلا حسب الرغبه واختيار ولادك، حابين بيحطوا جبنه موزاريلا تحط جبنه شيدر حسب الرغبه. هناخد الكوسه دي نصها بنخليه هنا كده، ونفرد نص كده في ارضيه الصينيه بالشكل ده. انا مسكت الكوسه قطعتها نصين، جايب الكوسه بتاعت الحشو الصغيره قطع الحبايه نصين. اهو 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 شفتي اهي بالشكل ده كده. اهو واخد اللحمه المفرومه اللي انا حطيت عليها ميه كوسه. نعم يا استاذه رحاب. اهو الكوسه بالبشاميل ما تتحمرش واحنا بنعملها، تتسلق في ميه بملح وفي ميه مغليه عشان الخضار بتاعها، عشان كمان نرحمها من الزيوت. اهو الاكله دي مفيده جدا وقيمتها الغذائيه عاليه. دي لحمه مفرومه اهي، ننزل بيها يا عم الشيف. اهو ومطبخك رايق، النار عليها كل حاجه. اهو وانا واقف اهو هنقلب السمان بعد شويه، بس خلينا نحط دي في الفرن. وناخد الكوسه نرصها كده واحده كده، واحده على بطنها واحده على ظهرها. اهو عشان الضيوف يعرفوا ان دي كوسه. شفت الجو ده كده؟ اهو كوسه بالبشاميل اللي طلعت معايا كده في وسط الشغل. بس بصراحه يعني الحاجه اللي بتيجي مفاجاه في المطبخ هي اللي بتاخد الايه الضوء. هنسيب كل حاجه وناكل الكوسه. وناخد البشاميل بتاعنا اللي انا هعمل فيه تركايه حلوه دلوقتي هتعجبكم للامانه. اهو ده بشاميل، احط عليه يا عم الشيف اتنين بيضه. طبعا البشاميل لازم يكون بارد هنا، ما يكونش سخن، ده مهم جدا. اهو اللهم صل على النبي. ونحط على البيض ده يا عم الشيف شويه جبنه موزاريلا. العب. ونقلب دول كده مع بعض، جبنه موزاريلا وبيض وبشاميل، جبنه موزاريلا وبيض وبشاميل، جبنه موزاريلا وبيض وبشاميل. ينزل فين؟ اهو صل على النبي، صل على النبي. العزومه خلصت. اوعي تقولي انا مش داخله المطبخ، ازاي الراجل ده يعمل عزومه في ساعه؟ انا قبل ما ابدا في الحلقه نوهت وقلت ايه اللي معايا حاضر وجاهز، وده وارد تعمليه بالليل وتحضريه من الصبح. درجه حراره الفرن عندي 180. صل على الحبيب قلبك يطيب. الكوسه دي تتحط فين يا مخرجنا؟ قول لي. اول مره تجاوب صح في الاكل. انت تحب تتذوق الاكل. هي تتحط في النص فعلا، لان الكوسه مستويه والبلونيز مستوي والبشاميل مستوي، فانا عايز ام الفرن يظبط لي المسائل ويخليها كلها ايه؟ ايد واحده. اوبا ودعها كده بنظره حلوه، ودعها. ايه ده؟ ايه ده؟ هتتكلم مصري. تطلع بعد كده هناكل الكوسه ولا البشاميل ولا اللحمه المفرومه. الناس بتقول لي على السوشيال ميديا ايه؟ شيف مغازي الشغل ده؟ نعم يا غالي امرني. دي كوسه بالبشاميل، انا قلت مكرونه؟ اللهم اني صايم، سامحني يا فاروق سامحني. دي عالم البشاميليات. الناس بتقول لي على السوشيال ميديا يا مغازي انت الشغل في رمضان بيزود كتير قوي، هو الطبيعي؟ قولوا لي كده في سفره في رمضان بتخلو من خمس ست اصناف، والله العظيم في اي مكان. وحاجات بسيطه وانا جايب اختراع مفيش.